يقول: كنت في صلاة رباعية ولم أجلس للسجدة الأولى، ماذا يلزمني يا شيخ صالح؟ إذا ذكرت هذا يعني قبل أن تفارق المكان الذي صليت فيه وذكرت هذا أنك لم تسجد، فإنك تأتي بركعة كاملة وتسجد للسهو. أما إذا طال الفصل بين الصلاة وبين تذكرك لترك السجدة فتعيد الصلاة كلها. نعم.